وزارة البيئة بجمهورية مصر العربية. وزيرة البيئة ومحافظ القليوبية وضعوا حجر أساس للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات في العاشر من رمضان. سبحان الله، احنا كنا لسه بنتكلم امبارح في القصة بتاعة تدوير المخلفات. معانا على التليفون دكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والمدير الوطني لمشروع البنك الدولي. أهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا استاذ يوسف. ازيك يا دكتور؟ متأخر على السادة المشاهدين، سعيد ان انا مع حضرتك النهارده. والله انا اسعد، واعذرني بس خدتني الجلاله شويه من كتر اللي بنشوفه والله واللي بيحصل على الاراضي الفلسطينيه، يعني ربنا يستر علينا جميعا. دكتور علي، بنتكلم على المشروع اللي تم وضع حجر اساسه ما بين معالي الوزيره الدكتوره ياسمين فؤاد وما بين محافظ القليوبيه على تدوير المخلفات. ده هيخليني هسال على اي نوع من المخلفات هنشتغل عليها، وحجم هذا المشروع، واحتماليه تكراره كمان في المستقبل. طبعا المشروع زي ما حضرتك شفت كده مشروع مهم جدا، جاي بتكليف من فخامه الرئيس. عظيم. احنا نتعاون مع البنك الدولي في مشروع اساسا بيربط بين الحفاظ على نقاوه او جوده هواء القاهره وربطه باداره المخلفات. المشروع النهارده ده كان حلم مهم جدا، لانه اكبر مجمع لاداره المخلفات زي ما حضرتك اشرت، ده كافة أنواع المخلفات وليس المخلفات البلدية فقط. على عكس ده، احنا هذا المجمع هو أكبر مجمع لإدارة المخلفات في الشرق الأوسط بمساحة 1200 فدان، في خلايا لإدارة المخلفات الخطرة والمخلفات الطبية، المخلفات البلدية والهدم والبنى ومدافن صحية على أعلى مستوى. بيسهم البنك الدولي فيه بالبنية التحتية، وانا مش عايز اقول سر ان احنا نعم حطينا حجر الاساس النهارده، ولكن الاعمال بدات من اكثر من 3 شهور، وان شاء الله خلال 9 شهور هنكون خلصنا هذا المجمع. ده اكبر مجمع في الشرق الاوسط يا دكتور؟ اكبر مجمع لاداره المخلفات في الشرق الاوسط، مجمع كبير جدا، مساحه كبيره ضخمه، هيحل مشكله المخلفات في القاهره الكبرى والقليوبيه للخمسين سنه اللي جايه، وبيركز على بنيه تحتيه كبيره هتطرح الاستثمار للإدارة، يعني للقطاع الخاص، لأنه في استثمارات متعلقة بتدوير المخلفات في مصر زي ما هي موجودة في العالم، وفي مستثمرين كبار في هذا المجال. بالضبط. وزي ما حضرتك سألت سؤال يعني مهم جدا، هل هو مخلفات بلدية فقط؟ لا، مش مخلفات بلدية فقط، ده مخلفات طبية، هدم وبنى، بنتكلم على المخلفات الخطرة اللي طالعة من الصناعة. كل هذه المخلفات في هذا المجمع الضخم اللي البنية التحتية بتاعته بنية مكلفة جدا، وإحنا يعني إن شاء الله خلال 9 شهور هنكون انتهينا من هذا المجمع على أحدث نظم عالمية وبدعم من البنك الدولي. طب سؤال يمكن يعني على قد كده، هل هيبقى فيه برضو جزء منه لإدارة المخلفات الإلكترونية والبطاريات وما إلى ذلك؟ بالظبط، ما هو ده جزء من المخلفات الخطرة زي ما قلت، أشرت إن في جزء كبير للمخلفات الخطرة، منها إدارة المخلفات اللي هي البطاريات والمخلفات الإلكترونية. لا حضرتك، مجمع ضخم جدا، مساحة كبيرة، وزي ما قلت إن هو جاء بتوجيه من فخامة الرئيس، وتم تخصيص الأرض للمحافظات المختلفة، ولكن اللي بتقود هذا المشروع هي وزارة البيئة بالتنسيق طبعا مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية. طيب ده هياخدني برضو على تفصيلة صغيرة كده، أنا أعرف إنه إحنا جزء من أو يعني تحديدا المخلفات الإلكترونية والبطاريات وما إلى ذلك إحنا ما بندورهاش في مصر، لكن عندنا بعض الشركات بتعمل على جمعها وفرزها ثم تصديرها لبعض الدول ومن أبرزها الهند. هل ده معناه ان احنا هنا هنشتغل على التدوير مش مجرد الفرز ثم التصدير لدول اخرى؟ يعني الهنود بيروحوا عاملين زي مجمعات حضرتك ادرى مني بكتير، بياخدوها ويفصلوا العناصر ويعاد استخدامها مره تانية. ده تماما اللي حضرتك بتقصده، هو توطين هذه الصناعه، وكانت فكره المشروع ان الدوله تخش بالبنيه التحتيه من مرافق وغيرها وتعمل زي مناقصات تجذب فيها هذه التكنولوجيات، ونقول له تعالى كل المنطقه جاهزه ترنكي،
ابدأ بتكنولوجيا عندك المخلفات موجودة، اشتغل صناعة حقيقية، دخل يعني منتجات للتصدير وغيره، ومنها طبعا المخلفات الإلكترونية وعملية مش بس ديسمنتلينج زي ما حضرتك قلت تكسير وغيره، ولكن تدوير حقيقي، ولكن الدولة تخرجت منه وادت الفرصة للقطاع الخاص انه يخش كويس. ويقدر يستثمر ويجذب هذه الاستثمارات، وده طبعا موديل مهم جدا جدا طبعا جدا، مش طبعا الدولة طبعا، اللي تدير. حلو جدا. انا بشكرك جدا يا دكتور، بالتوفيق دايما ان شاء الله، كل الشكر دكتور علي ابو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والمدير الوطني لمشروع البنك الدولي. ده مشروع مهم قوي خالص.